آيادان وحي تلماميسا قفك وحا أنفعها يمال انت قيامها وقلبي في يوم إعافي ما تقبه وقلبي النبات قبه هذا ما حيتهي على مدها قلبي قاقا لغو قران كرئنو يهي قلبي نظيف أه لغو فهمي كرئنو قاري مقام كل الربي إنو يهي متك إلهي أوت المامي سبحانه وتعالى على مدى كوبات أذوق بالنفط هذا آخر أوفيري أن يكون سالما من محبة ما يكرهه الله تبارك وتعالى وإن قلبك أقو كان نبط قبا وكبت بادا إنو تشعلاده وح إلهي نعاهي وح ألا وح حق إلهي أن لقوا قلين قلبك أقو وإنو نعاه محاسو قليا إن قلبك أقو نبصده نعاهي شركك بدعاده هي معاصدة هي في فسوق هي عصيانك هي ذنوبك قلبك أقو إنو نبصنا هيو أو نعا هيو وعلامة الصنة إذا قلبك أقو إنو سليم يا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بل ويدي وحاليري أي الناس أفضل ذاتك يا أقو فضلي بضن لبك أهرمات قفك كولان صداح أي نبي قلت المام كل مخموم القلب صدوق اللسان قفكاس أي أو فضل بضل صحابة الوحي لأن صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قفك آتري وقف مخموم القلب آه وإنو يهي قف صدوق اللسان آه واللسان كي سرن أو كهت الله وان قرني صدوق اللسان قف كرن لو إنو يهي وعرب كي سرن بدن يهي ونن بين أقوانين عرب كي سو وان قرني مثل كان كلام مخموم القلب واكه حالك وضع هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد نبي يقول حيوح صلى الله عليه وسلم مخموم القلب وحوى يقف قلبي يسو نظيف أوي هاي التقي النقي قفك التقي آه النقي آه النظيف كآه لا إثم فيه وحدا بينا قلبي يسو سن كل حسنين ولا بغي قرد رمي قانه وعد قرد ريسان ما هيو ولا غل ولا حسد حسد يأورك تالو من ماله قلبك سوى كان نظيف عذر هذا قلبك كنعه وحسد كاه وبغي يقرد هذا انه سمي يقفك تشعل هذا وكان نظيف قلبك سوى كبر كا اسلوين كا عجبك يا اسلايا بدو اسلايا بيو قلبك سوى كل وكان نظيف قفك مخموم القلب اي قلبك سوى نظيف كاوي هي صدوق اللسان اي عربك سوى رن او كهضليو قف كاس أي عدد كأو فضل بدن أي النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم تلمان تأو بحيي وميزان قف كستل الرباه إنه قلبي سكفيري هدي كبر كوجشرو هدي رياء يسوس كوجشرو هدي متقان حسد كوجشرو هذه إثم يا ذنبي أكون حجرتي هذه بغي يا قردرات شعشهاي قلبي أقول نظيف معها كما بد بعد كمان النبات قليل وحي إلهي نعهي قلبي أقول النقطة متشعل وحي إلهي نعهي أو إلهي أصنع قليل قيب كم إذا متشعل أي نقطة على مدى اللبات يا قلب السليم لو قرت وحويان أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة قف كان قلبك يسون جوره الدنيا ذاك جوره إلى قلبك يسون آخرة دقو أهل كذا أو كم هذا يكتم على المه كدي من أودن كيس أصل كأها آخرة الله
قلبي سداس او يهي قفك او يهي وحول لي يهي قلبي آخره بدن كيسي يا جسمي سوا جوغا لكن قلبي سوا غوري آخره جرا وحنا كفهم ميسا دارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اويري ابن عمر الدنيا دا وحا كو اهاتا سيدي ميد غريب اه ادوك دحيس اما ميد ودا غوينهيا لبدا ارمود با قفك غريب كأه ميشان مركو يمادو سفر كو يمادو او ودنكيسي او كي يمادو انت او جوغا هيو يا وحا او كقبسنا هيا وح كوبن وي نيدي سوا مقنتا ديغانكيسي اسل كيسي بو جيره wada qofka goynahayna wadadan uu jarahayo uu goynahayo inuu ka sameeyo dhixdeedaas uu goynahayo ka sameeysto hanti ama guriyo ama beero ama daaro ama wax uu marka ka tabco wada uu goynahayna qof yeelahayo aqbalaya ma jiro macnaha xadiidku waxa weeyaan ma aha in lagu leeyahay gurina hayeelan beerna hayeelan gaarina hayeelan macnaheedu waxa weeyaan noloshaada waxaad u xisaabtantaa إنا تاي قف الدنيا دان غريب كوا أو كتجهية إنا تاي قف ودك جوينا هي إن لم تاي آخر مرك الله إيوه دقن كاو كاه كوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وح قدري وعد نفسك من أهل القبور نفت هذا وح كترسا أهل القبور كإسكتري قف كنا هدو أهل القبور إسكتري يا آخر أيو فكر يا هم يجي سنا كأيو هانيا ولهذا بقى إمام البخاري وحوري معلقا مجزوم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحوله تشري ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة الدنيا دي وارهرتي أيضا دبتشي دي صعدة قاغلي ويشي ستة الدنيا دي آخرنا ويسوق قورتي ويصعدة قاغلي أيضا نسوقها بالشيء ولكل واحدة منهما بنون آخر ذي الدنيا مثل سوا وحي الله ذي ورصائي الميلي فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا وروحات كم من نقطان ورصد آخر النقطة هان نقننا ورصد الدنك وقفك الدنيا ذي سير راعي آخر ذي سينه المامي همجي سؤيا هاي ليلا والنهار الدنيا ويا هاي وركوا سوا ورساء الدنيا هالنقنين ورساء آخر النقض اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ما أنت ولا عمل فليا وحكوا حسابنا يا رمال فالديوان قال لي يا بس عمل كستوء السميسيد مدفع عني مدحن ما أنت ولا اسكقر هيا حسابي ما ضبط الله بري وحيا لو تجا هيا حساب عمل نمتش ولا عمل فلم هاي هذا ما حساب تعظم بيسا وحالة تجد أن تبري إلهي هرتيسا ووحي الدنيا أتكو عمل فشي ما وناك بيا هاي مسح مان بيا هاي ما أنت هجا تنكرت حساب تاس حساب الله حساب تي أقل ديد ما أنت دمبي الله دمبي قاعد كل عديد ما أنت حل بدوه لك كرتاع توبة كان يا استغفار يينا إلهي أنه قتد وضحلين كرتاع عمل في عمبات كبه ديلي كرتاع لكن بري عمل لما أقلع حساب بالله فرساني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وحي إلى سقنا والناس في هذا الزمان سافروا إلى طلب الدنيا وهي عنهم زائلة زمن كان ضد كوي سفرين وحي أسفرين الدنيا إني الراديان أيضاً واحد أشياء السائنة كالتقيس فإيسا لتشوقها وقعدوا عن السفر إلى الآخرة وهم إليها الراحلون ذاتك واحد كفريستين آخرة إني أسفران أهنا ماشي لوك قوره هاي أو ربطاه مركا سووحوا يلي ذاتك واحد أحو صلدوبة يان أو دك دك يان وحان دافهين أو أي هليل يان أو أي قار يان أو وحي الله قرية أو أن سيجهين وحين كتجهين وحي الله قد ضلبي أو الله جربي أو واجباتك إلى هاي سارية يعمرون ما هم عنه منتقلون وحيدتك عمرهين
دارعي كجورة هيان أو كتجه هيان ويخربون ما هم إليه صائرون وحين خربا هيان قري رسمي قاها وعكوه ين لهايين أو أهان يان أو أين السيغ هين كام عمر هيان وخراب كي أي كجورة هيان أو دارتن الدنيا دا أهنا ويعمر هيان وهم عن الآخرة هم غافلون آخرنا ويموغيهين أو إن بداني آخرة ويموغتهي قفكم مركا شقادة هل كانوا كقبان أيو متكبضا وإنو آخرة كقبطا اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها الدنيا دا وحا أشقي ستا انت أتكن نغانيس وحا لأك آخرنا وحا أشقي ستا انت أتكن نغانيس قدر لأك أدوك مركا اسكو في الدنيا آخرة سيدي أكل بدنيهين يسيدي أكل ديريهين أباها لحظاً سنة وطبعاً سنة سديتاً سنة كل انتاي الدنيا دوائي من دوانا كتاقي نور كاسنا أيو تشوغي وحالاقي يا مددير هرود انتاي أو يالكا بقلال سنة كور بيت انتين قار كميتا لولكي كهو سيان ويتاقين كمانان سنة كور بيتاقين آخري آدين سيدي آخرة أولير تهي فيري عمري قاقي الدنكا وكوبي يهي لكن آخرة وحي كبلا بنيسا قبل قاقا إلى قيام الساعة كبعدين أن نلبى كنا ولا نيسا إما إلى الجنة وإما إلى النار أما النار أما الجنة مد أتكلم أنا إنسان مجرد علامات كالوية قال القلب السليم على مدى صدحادي وحوية قف كان إنونا ذكرك إلهي يحسك إلهي كدالي أديك وأخذ مينها يدين كإلهي عبادته يا خير كأنه كنوجن، بل حسك إلهي يذكر إلهي وكتش علي هاي وحأوتش علي هاي أردن، وأنا أؤمن يهاي قلبي سنك ما حصله وحن ذكر إلهي هاي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب توحي كحس الشاح وإلهي حسك ساء أي حس يساء يكحس الشاح، وأفضل ذكر الله القرآن العظيم ذكر إلهي كنوين وقرآن كريم كأه وحاكسوا عن عافماتك كي قلبك لقو عافل لها ولقو دوين لها يكي بدنك أيها كسوا ونور البصائر افتين كي قلبك أيها لقه إلهي والربيع القلوب دوقي قلبك وحو يأكل راحيسا لها أيها قلبك أويه يأي قرآن كريم كإلهي كدك مركز وقف كاس القرآن كاس والصاحب يهي لنول يهي خلق ميا ذكر إلهي سبحانه وتعالى نبي وحوت المامي قف كإلهي حسهايا يقف كأن حسهين مثل الحي والميت ومد انتي هي مد نول تسالوه بسكويش قف إلهي حسهين وميت وعد انت قف كإلهي حسهين وقف حيئة أو نول ويا وإن كد دالنا مرك إن نقنه على قدر نحوق إن يالتو مرنا بقى أن كد كنوغن أو كدال إلهي ذكري سبحانه وتعالى ديتها القرآن كا ديتها التسبيح دي أذكارتا ديتها الصلاة ضها ديتها الصوم كا ديتها الصدقة ضا وإن الجد دالا أو الجد دالا أو الجد دالا على مضى وجدا بيسا وحويان القلب السليم وحلوية قانا قلبك في يوم هدو دنبابه استغفار بكذب الجية وقف قلبك سعاف ما تقوى وإذا أنعم الله عليه شكر هدي إلهي نمعصي وفرحنا إلهي بك شكريا شكري قيد الإيمان وإذا ابتلي صبر هدي نباتوين مصائب يكون عانا صبر كيدا أيو الإيمان صدح راس أيو أدحيا قفكنا كما بحكرة ولذلك ابن القيم وحي لي والله أسأل أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر إلهي هكادق قف أدو كشكري أدو النمعي كشكري وإذا ابتلي صبر أدير لإمتحاننا صبره وإذا أدنب استغفر هدو دنبابنا استغفار لي ماذا إلهي هكادق فإن هذه الأمور الثلاثة فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا وأخرى صدح داع الرماد وعلامة الصين السليمان تقف كان
قولي باني أدونك يا آخر الله بضبع قولي باني استغفارتي شكري إلهي مركو إلهي أني سبحانه وتعالى هذه مصائب النبات أي كل عضي استغفار وكده بقي ليمد صبر يا ذو القاض ويا شيء ويري إنا لله وإنا إليه راجعون أنت أغبحي أو سيدا أصبري وعنوان تصنع هيا قف كان إنه الليباني قلبي سنة ويهي قلبي السليم أو نبات كان هذه قلبي أقول تعليا هاي ربضة هي اللالوشكا هي مصغ ماسقة قلبي أقول واشرية هاي نختار بنا أبا هاي هاي سيدك دقا أقود دال إنا دويست نختار كي سنة معهن وحانا هين قرآن كريم كا هي التوبة إلى الله إن إلهي أتوبت كنت استغفار التي مادد نختار كي سوى متكاس أو دوين يو علاجيني هذه قلبي قالوا معاصي وحكا ماذا تعلي هاي ضد بضنبا وحي تعلي هين هذه موبيل كي سأوفره أفلام تحن حن إن إسكاد داودا صلاة دا صفكو كاقوه الرئيا عبادة دو كد دالة هيا لكن وحام ببالود أوليها إنو فير صدحه قلبي قالوا واتريا هاي وحونا أبا هيا هاي دوات دك دك إنو هلو وانا إنا إلهي أطوبت كنتد استغفار لتمادد آد استحر تبابك إساقع هذه قلبي قالوا أتكدر ينتد إنو تشعليا هاي وح الله ليا وح إلهي أو نعي أو إلهي أو نعبيا هاي تطبع وحي تشعليا إنا وح بوبان أو أي وح دعان أو أي وح ظلميان أو أي وح إصدوان مريان قلبي أي كتريين الله عافي تطبع وحي تشعليا هين قف إنو كحد قدبه قبيلهان وحد قدبه حسد وقبي عقدت وبتقان وحد قدبه وحا إلهي وسيون نمعادي سأنو كحو يهي أي قلبي ستا الله واتشرين يهي وحنا قف كاسي أباهن يهي دو الدق دق أه ناشا وكهل هيانا وقرآن كريم كأه يوحا ويان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قلبي قاقو سنة النبي صلى الله عليه وسلم قار كميدة ونعبية وقلبي قاقو ونشعلين ضد بها النعب حجاب كمركي أركان هذين اللي حيضا يقرك السنة النبي أركان آدي آدو قاقو من دعودة ونعب ونبصدة وشرنتهي إلهينا سبحانه وتعالى وكو شيغي عافمات كاقو ميشو كتيرو وإنا إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كانتا هذي قلبي قاقو الدروقة دا تشعليه هاي دو تشعليه هاي دادك إنو بلشيضا كاقو واحا غشي يخيانا كسو قانطاي أو دعاي هذي قلبي قاقو تشعليه أمانا إنو سنقودن وعذر رقل وبتخدع أو فربضن وآد ياد وبضن وحانا كل قد سوسو كوبة هيا قلبي قاقو فيري مكان نبات قلي وح ألا وح إلهي ونعبيه دادك إسلاينا هيو إسدلا هيا مركا أفير ستيد وإسدلان وانا الدرس انت بضن قبائش إسدشاه وقبائش وحويا الدرس كآه وإسكب جرسده وحولوه دعي وضطاقان وإسود يقانه oo isku deegaanka ah oo ay ka dhaxayso qaraabanimo iyo darisnimo iyo islaamnimo saddexdii la isku dhowri lahaa ay ka dhaxayaan wey markaas wuxuu ku leeyahay anaga reebal baan ishayna qabaaisha kale oo degta Soomaaliya meelo kale oo kamid ah waxbaba naga dhixnaga dhaxayaan wa saaxiibadeen wa walaalaheen cadaawad u qabdo laakiin waxa cadaawada u qabna kuwi ilaahay noo qadaray inaan qaraabo la noqono كوي إلى هاي نوقة درينا دريس لنا قلنا كوي عن اسكو مال كن مالين أو ألا الربئين حقوق دو ذا إلى عليا سجوني أي عدا ود ما أنت كده احتياجتها وأنا وح شيطان كفى إذا سنة يقو شيطان نبي وحير عليه الصلاة والسلام وقوصي إن جزيرة العرب لقعد بدو شيطان وقوص ولكن في التحريش بينهم وحقوق ليست أهلي ضد كأنه اسكو درايا وباقية ضد كأنه اسكو درا وباقية middaasu marka maalin walba hurinaya qabyaaladaas jaahiliyada ah ayu hurinaya maxaa meeshii ka soo baxay marka waxa ka soo baxay qaraabadii la yiri hal xariiriyo haday dhinaca hooyo ka soo jeedo labada qabiilna ay dirirahayaan inaan la bixin abtiyaal dhinacooda wixii ka soo jeeda inaan la badbaadin ee la dilo oo la laayo ayaa ka soo baxday ilaahay wuxuu leeyahay hal xariiriyo قبيل كينا وحو كتا لنا عيا ريهي بلحنا لكاك سوآر ويلاش سوآر هيا وحالاقا يابا قبيل كايكا سوآر هيا عيا ابتيال كودا اما هو يدود باكا سوچيدا اما ايدود باكا سوچيدا وادد كي دلاي واسل كوا هاوي هو يي عابا مركا يا حق بطي
هوية حق بطنيت لكن مركي قارت قبيالت وحقوه لنا يا قبيل أي وداقان وضاق التبنات أما الشرق التبنات اسكبوي مادان أيو وحوية ومقل عيسى قدق على بيا ذاتك أو كدو لها ينا وحا لقيا با لنا عهوية هدين لقا ايغو أفر أضي أما اللبا أضي أما صدح أضي كبضان بينا لك لا ترسم با نعكت أو لنا عالي بكدويه هوية مركا قربين نقطي أيضا أبك حق بطنيت gormayn noqoto markii duulaan iyo culaad ay timaado in la iloobo dhinaca hooyada ka soo jeeda oo qofku uu noqdo qori qalalan oo mutaxan oo naareed oo dhinaci aabayaal ka soo jeeda toban odayba haddu rabaa ka tirsado ama laba toban odayba ka tirsado arinkaasi waa arin musiiba ah oo aad iyo aad khatar u aweeye ilaahayna subhanahu wa ta'ala qofka muslimka ah ee waxaas dhaqan ka dhigta ee qiimo ku bixinaya dhaqaale ee cod ku taageeraya ee baraha bulshada ka dhawaaqaya ee waxa weeyaan dabka sii hurinaya waciid adag baa ku soo aroray lacnad baa ku dhacaysa ilaahay waa dhagatirahaya ilaahay waa indhatirahaya wa akhri khatar oo khatar ku cibra qaata dadkii dagaalada huri jiray oo qaraabo goysnimada qayb ka ahaa oo qabaa'isha ku duulahayay maanta ayagi maxay ka hayaan awlaadoodii maxay ka dhaxleen oo ay uga tageen oo taariikha magac uguma tagin burburin iyo layn iyo dumin ayaa laga dhaxlay waa arrin khatar ah oo u baahan qof walba inuu kelimad wanaagsan uu qaraabada kaga deeqo oo dadka ku booriya dabka inay damiyaan oo wanaagga ka qayb qaataan oo dadku isjeclaadaan oo gacmaha isqabsadaan oo ilaahayna subxaana wa tacaala u toobad keenaan waa in arrinta iyada ah dadka caqliga leh oo bulshada ah nin walba qoyska iyo qabiilka uu ka dhashay wuxuu la hadli karo oo ka wacyigelin kara qabyaaladda iyo qurunka waa inuu ka wacyigeliyaa mujtamacanana allah inuu hanuuniyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar allahuma akfir lilmuslimiina walmuslimaat walmuminiina walmuminaat alaxyaai minhum walamwaat birahmatika ya arxama araximiin اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى الله وسلم وبارك على نبينا